الرياضي اللي تعاقدنا معه عشان تمارين الايروبيك صارت اخر يوم بعد يوم لحتى ما عدنا شفنا وشه. والاعلانات استاذ بدات تخف تخف حتى توقفت تماما، وخصوصا انه برنامج بونجور بمحطه الهنا عم يعمل عروض كثير رهيبه. حتى الفيلا اللي عم نصور منها طبق اليوم صاحبها زاد اجاره اضعاف الاضعاف. انا عم حس انه عم اقدم البرنامج لحالي، يعني هيك نوع من البرامج بده تفاعل، فعل ورد فعل، كلمه وجواب. بس بصراحة أنا ماني حاسس إنه هذا التفاعل موجود بيني وبين زميلتي بالتقديم. وهذا ما عدا الوقت اللي عم يتطلبه. هن خبرونا إنه بدائرة الخدمات رح يساعدونا. وقدمنا طلب كمان للبلديات رح يأمنوا لنا خدماتهم. والتقارير اللي عم تتجمع بدروج فجأة عم تحسها صارت قديمة. أستاذ وسيم، أستاذ صفوان عم يسأل، في عندك أي مشاكل بالاجتماع؟ قالوا الأستاذ صفوان يطفي كاميراته وأنا عم بشتغل. تكرم أستاذ، تكرم. بالنسبة للمدرب الرياضي في 1000 واحد غيره، مو بس للايروبيك وللطاقة ولليوغا كمان، كلهم مستعدين يقدمون لخدماته. تفضل هي ارقامه. شي حلو والله، وبلشين الاجتماع بلاي. وبخصوص الاعلانات فنحن رح نقوي عروضنا ونخلي المشاهد يشوف عنا احلى الاعلانات من خلال افكار جديدة وخلاقة. مشان الفيلا اللي اصحابها عم يغلوا اجرتها يوم بعد يوم، اخي غيروا لي اياها كلها هي الفيلا. استأجروا بيت عربي شرقي بمطبخه الشرقي، عملوا مطبخ هيك قدام البحر، تكون الناس عم تشوف قيمة جمالية جديدة للطبق. كثير حلو، برافو. بالنسبة للأنسة اللي هون بتعتبر حالها مطرودة من اليوم. الأنسة لما بتصير بنت أخو صاحب المحطة. لا بتم بعد شو هالحكي؟ أنسة لما تفضلي لبرا الاجتماع، فيكي تكملي قهوتك عند المدموزيل ميمي. مشان التقارير المؤجلة من اليوم ورايح ما بنعمل تقرير الا بيكون في له وقت محدد من الحلقة. وهلا يا جماعة خلونا نتساعد ونكون ايد واحدة ونرجع لبرنامج يسعد صباحكم رونقه وشعبيته. ان شاء الله فيكم تروحوا على شغلكم.